نكلمك عن الفيلم اللي بعده؟ لا خليها بكره. هو الفيلم حاليا الجديد بصوره انا ومنى زكي ان شاء الله برضو يعجبك. ده اول عوده بعد الجامعه الامريكيه صح؟ بالظبط. اه قولي التجربه شكلها ايه بقى بعد السنين دي؟ تجربه حلوه قوي، تجربه جميله جدا جدا، والموضوع ان شاء الله كمان يكون يعني يهم الناس قوي، موضوع اجتماعي جميل ان شاء الله. وقربنا نخلص تصويره. هو الجوهرجي بقى هو الاسم النهائي؟ لا هو وظيفته جوهرجي بس لسه الاسم ما اخترناهوش. لسه الاسم ما اخترتوش. لسه ان شاء الله. طيب. فيا رب دعواتك يا شريف. ارجو يعني، لا ان شاء الله ان شاء الله كل خير. انت عارف انت عارف مكانتك عند الناس وعارف اثرك على الناس ايه. بفضل الله بفضل حقيقي الله. ربنا يحفظك. وانا كمان يعني مستني 4 اغسطس ومستني الفيلم اللي بعده، عشان احنا من 4 ايام كنا بنتفرج على صعيدي، فكنت انت ومنى زكي وخلي بالك 4 اغسطس ده ميعاد نزول صعيدي في الجامعه الامريكيه. والله ياه، ده انت من ايه قصد ده يعني؟ ايوه متفقين عليه قصد يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يا شريف على ذوقك واهتمامك، ربنا ان شاء الله. شكرا بالنجاح دايما، ونبارك لك بعد الفيلم ما يبقى موجود في السينما ان شاء الله.